تسمح لي ارجع شويه ورا؟ اتفضلي. لانه في شويه تعريفات واحنا بنتكلم عن مهنه المذيع احنا وحشنا نسمع. اتفضلي. المظبوط بتاعها الاول. عايز ارجع من الاول خالص، من اول ما تحول المذيع من قارئ نشره الى مذيع محاور. الفرق بين المذيع وقارئ النشر؟ قارئ النشره محايد تماما، اما المذيع فهو الذي يخرج عن هذا الحياد ويصبح هو نفسه. لانه الخلاف في وجهات النظر مع المذيع مع الضيف هي نوع من الصياغه الذكيه للبرنامج. ثقي تماما انه الذي اختارني قد قرأ حواراتي الصحفيه. اكيد. ومن هنا كان ذلك الاختيار مبني على انه هذه الشخصيه هي شخصيه المحاور. في مهنه المذيع هي مهنه بدات على ايدي كبار، وحضرتك كمان كتبت في كتابك كده انه مش كل المذيعات زمان كانوا مثقفين. صحيح. لكنهم تثقفوا بفريق الاعداد. صحيح. ده صحيح. ده صحيح. ليه؟ لان الاعداد معلومات، شربوا المعلومات او شربوا اوراق الاعداد. مش كلهم. أن تذكر ليلى رستم بتحترم تماما، سميرة الكيلاني تحترم تماما، همة مصطفى كانت تحترم الأوراق تماما، وأسماء أخرى كثيرة لا تسعني الذاكرة، إنه ذو يحترم الأوراق، لأن أوراق الإعداد فيها أفكار المعد، وأفكار المعد معناها خطة سير البرنامج أو الصياغة الأدبية التي تسير عليها أسس البرنامج. لازم أقول لك أنه هؤلاء صنعوا مجد ماسبيرو، وماسبيرو في نهاية الأمر هو القاعدة الأساسية في وجدان أمة. لنبغي أن يقال هذا تماما، ولا نقلل من ماسبيرو، لأن ماسبيرو هو الذي صنع المثقفين وخلانا نشوف المثقفين. لم يكن يرى الناس من قبل طه حسين، ولم يكن قد رأوا محمود أمين العالم، ولا أنيس منصور، ولا مصطفى أمين، ولا ثروة عكاشة. كل هؤلاء رأوهم على شاشة التلفزيون المصري.